تحية للشرفاء، تحية لأهالينا في جميع الولايات، تحية لأهالينا في جميع الجهات، اللي جاء في الكار، واللي جاء في نقل جماعي، واللي جاء في أهل سقيف، واللي جاء في بوسائله الضعيفة والبسيطة. اليوم الشعب الحر اللي اليوم استناه أهلاه بغير شكوتون، بغير حتى شعار، غير شعار تونس. اليوم برز الشعب الكل المحاسبة ولا غير المحاسبة، المحاسبة ولا غير المحاسبة. سيد الرئيس، سيد الرئيس قيس سعيد، أنت قلت الشعب يريد. سيد الرئيس من شارع الحبيب بورقيبة، الشعب يريد المحاسبة. بدر الدين القمودي بعد تجربة سياسية، أنت من النواب معناتها لحليت برشا ملفات فساد والآن ملاحق قضائيا بسبب تلك الملفات التي فتحتها، ولكنك ما زلت مصر أنك تحل الملفات وتتبع المسار نتاعها، خاصة أن آلاف المليارات، آلاف المؤلفة من المليارات عوضة أن تذهب إلى الشعب ذهبت إلى جيوب البارونات، وما زالت البارونات تبتلع مال الشعب إلى يومنا هذا ولا من متحرك. وحربة الفساد ومطلب المحاسبة هو مطلب مواطني، يعني كل مواطن يفترض أن يكون هذا مطلبه، فما بالك لما يكون في مسؤولية أن يكون ممثل شعب ونائب شعب، عليه أن يطلع بهذا الدور كما يجب. للأسف كل الملفات التي طرحت ونظرنا من أجل أنها تجد طريقها للقضاء، إلى حد الآن لا زالت تروح مكانها، ولا زال هؤلاء يمرحون، وما زلنا مصرين رغم أن الوضع السياسي ووضعنا حتى كمواطنين يتغير من حالة إلى حالة، ما زلنا ثابتين على ذات المبادئ، وما زلنا نلاحق هؤلاء بما أوتينا من إمكانيات، إمكانياتها قد تكون محدودة ولكن إرادتنا قوية، وستظل عزيمتنا قوية، وستظل تلاحق هؤلاء إلى أن نطهر البلاد من هؤلاء، لأن نعتبر اللي الفساد هو العقبة الأولى في أمام تنمية تونس ونهضتها وتقدمها وتطورها. هي محلاها الديمقراطية، وقت اللي يحبك واللي يكرهك الزوز وعدينك لايف، والزوز قاعدين يصوروا فيك، مهم برشا، مهم أن تكون حركة النهضة اليوم متواجدة بالمصورين نتاعها في البلاصة هذه، ومهم صار قيس سعيد والكل تصور والكل شيخة. نعم. ومحلاها بلادنا. هو لا شك أنه تونس رغم التطورات ورغم الهزات والتقلبات ثم مكسب اللي هو حرية الرأي والتعبير، هذا نثمنوه ومتمسكين به وما نجمش نفرطوا فيه، والأطراف الكل مهما تناقضت تنجم تتواجد وتنقل الرأي والرأي المخالف، وهذا بالنسبة لنا مكسب مكاسب تونس. فهمني تونس، تونس فيها تنوع وفيها ثراء، ورسالتنا احنا نوجهها للأصدقاء والأعداء، وجيد أنهم يتابعوا وينقلوا على المباشر ينقلوا اختلاجات ومشاعر العباد وحاسيسهم ومواقفهم منهم، هذا مهم لعل يهديهم ربي للطريق السليم. سالة يهديهم ربي للطريق السليم، وتونس بلادنا ترابها سخون، ترابها سخون بمعنى تغطس لكنها تقوم، تطيح لكنها تقف، رغم لكنها تسمع وتسترجع. رغم العثرات ورغم الصعوبات والعراقيل، تونس لن تعود إلى ما قبل 25 جويلية. البوصلة إلى الأمام في اتجاه تطهير البلاد، في اتجاه نهضة البلاد وتقدمها وتطورها. واليوم والما يتحققش اليوم يتحقق غدوة.
الميزان. يسمع للتوضيح، للتوضيح ان المنظومه القديمه برمتها التي كانت تحكمنا